السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن التكاثر بالإنسان والنبات، وطبعا هيكون في عدة فيديوهات لأن الدرس طويل، فأرجو أن تتابعونا في تشوفوا كل الفيديوهات إن شاء الله عشان تستفيدوا من المراجعة دي، وعبارة عن أسئلة وأجوبة. وهنبدأ طبعا في الأول بإرسم، في حاجات لازم نرسمها، فإرسم بنفسك، يعني لازم إيه ترسم بنفسك وزي كده يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة على الفصل الثالث، وهو عن التكاثر في النبات والحيوان والإنسان. فبالنسبة للنبات طبعا في كذا نوع من التكاثر في النبات، وطبعا التكاثر احنا عارفين جنسي ولا جنسي. احنا هنتكلم على ايه، مش شرح، احنا هنتكلم عشان الاسئله. فاول حاجه ممكن يقول لك ايه، ارسم او وضح مع الرسم، او وضح مع ايه، مع الرسم. فيجي يقول لك مثلا التكاثر بالجراثيم، مضرب مثال. فهنيجي نجيب على طول فطر عفن الخبز. فطر عفن الخبز ده تكاثر بالجراثيم، ده السطح اللي هو عليه موجود، يعني مثلا سطح الخط الاسود ده السطح اللي هو عايش ولا اي حاجه، وبيبقى عليه اشباه جذور كده، وبيبقى فيه عنده سقان رفيعه، وفي الاخر بتبقى فيه الجرثومه اللي هو الحويصاء، الحافظه الجرثوميه، وبتبقى فيها كميه جراثيم الحافظه الجرثوميه. لما تنفجر الجرثومه دي او الحافظه الجرثوميه تنفجر، فهتدينا جراثيم كتير، فالجراثيم هتتنطور على الحتة اللي هي تنزل فيها مثلا كل جرثومة. فحسب الوسط، لو كان الوسط فيه رطوبة ومية ولا حاجة زي كده، فطبعا الجرثومة هتكون لنا بالتكاثر الميتوزي، فهتكون لنا فطر جديد. وطبعا الفرق بين الميتوزي والميوزي ان الميتوزي بيبقى النون نون والاتنين نون اتنين نون، اما الميوزي الاتنين نون تبقى نون. طيب في السؤال الثاني ممكن يقول لك عشان زرعة الأنسجة في نبات الجزر. فهنيجي هنا مثلا جزرة، فهناخد قطاع عرضي منها، ومن القطاع العرضي طبعا بتبقى متكونة من كذا خلية اللي هو الخط اللي قطعناها، هنحطها في كاس فيه لبن جوز الهند، وده وسط شبه غذائي، وفي أوكسينات اللبن جوز الهند فيه أوكسينات هرمونات نباتية تساعد على ايه، تساعد على نمو الخلايا، ولذلك ما ينفعش لبن تاني، لبن بقر، لبن اي حاجة مش هينفع. فلبن جوز الهند هيخلي الخلايا تنمو وتنقسم انقسام ميوزي، وبعد كده هتدينا الجنين اللي هو حاجة اكبر شوية، لغاية ما تدينا حاجة بنسميها البادرة، يعني حتة نبات صغير، وبعد كده النبات البادرة هيدينا النبات الكامل. فده اسمه ايه، اسمه زراعة الأنسجة في نبات الجزر. طبعا احنا قلنا الانقسام هيبقى ميتوزي. فالاقتران السلمي، الاقتران السلمي ليه سلمي؟ معناه زي السلم، لازم الدرجة اللي هنا تبقى قدام اللي هنا، يعني لازم خلية تبقى خلية قدامها بالظبط، ما ينفعش خلية تبقى في مستوى عالي يحصل لها اقتران بخلية تحت خالص بعيدة عنها، لا، لازم الاثنين قدام بعض. فدي خليتين، وطبعا الشريط اللي جوه الاسود ده الكبير ده بنسميه بلاستيدا، هو المفروض لونه اخضر، والبقعة الحمراء دي النواة مثلا، فهنا شريط وهنا شريط، ودي خلية واحدة من شريط ودي خلية واحدة من شريط، بس هم قدام بعض. هيحصل ان يحصل بروز من اول خلية اللي هي مع الخلية اللي قدامها، بروز هنا بروز هنا، وبعد كده بقات النتوء اللي يظهر هنا وهنا فيتلامسوا، وبعدين يعملوا لنا قناة ويزول الجدار اللي بينهم، فيعملنا القناة ويسمها قناة الاقتران، قناة الاقتران. وتحوصل البروتوبلازم، البروتوبلازم يعني السيتوبلازم والنواة كله مع بعضه ما عدا الجدار، وتحوصل البروتوبلازم اللي في أحد الخلايا، ويروح منقول ويروح عابر عن للخلية التانية، يروح للخلية التانية، فتكور بروتوبلازم ليهاجر إلى خلايا الخيط المقابل مكونا اللاقحة الزيجوت. فالخلية الجديدة اللي جوه هنسميها اللاقحة أو الزيجوت، جدار سميك وجدار سميك، وهنسميها الزيجو سبور. والزيجو سبور ده هيحصل فيه انقسام ميوزي،
فانقسام ميوزي يعني الاثنين نون هتبقى واحد نون، فهيحصل انقسام ميوزي لعدة أنوية. بعد كده الميوزي هيتقلب لميتوزي، فهيدي أدوية، هينقسام ميوزي وبعدين هيدينا 4 أنوية، وبعد ال4 أنوية يدينا اللي هي النواة. ال4 أنوية 3 أنوية منهم بتتلاشى، وبتفضل النواة الرابعة هي اللي بتكون لنا إيه، بتكون لنا الخلية. بعد كده في برضه في السبيروجيرا في الاقتران الايه الجانبي. الاقتران الجانبي يبقى الخيط مع نفسه، فيبقى هنا خليتين هما مع بعضهم، فاللي بيحصل انه ايه بيحصل فيه ارتفاع في الجدار في الواحد من اللي بين الاثنين، والحاجز هيخف شوية، ويحصل ان اللي تنتقل احدى الخليتين البروتوبلازم بتاع الخليتين واحدة منهم الى الخلية المجاورة، فيحصل اندماج زيجوت اللي هو سميناه الزيجوسبور الزيجوت، وهيبقى 2 نون، والاتنين نون ده هيعمل لنا هيتحوصل ويعمل لنا زي ما احنا ايه زي نفس اللي في السلمي. وتنقسم النواة الى ايه الى انقسام ميوزي الى 4 أنوية، هيبقى 1 نون كلها، 3 منهم هيتحللوا، وواحدة منهم هتدينا بالانقسام الميتوزي بعد كده تدينا الشريط الجديد اللي هو هيكون لنا ايه اللي هيكون لنا الخلايا اللي يكون لنا ايه الخلايا. فده احنا كده احنا خدنا الاقتران الجانبي في السبايروجيرا، الاقتران السلمي في السبايروجيرا، وخدنا التكاثر الجراثيم في فطر عفن الخبز، ودول الثلاثة مطلوب ان نرسمهم. اما زراعة الانسجة بالجزر دي ما فيش رسم بالنسبة للموضوع ده، بس طبعا المفروض التوضيح يعني توضيح الكلام اللي قلناه بنكتبه مع الرسم. بعد كده عندنا ايه، هنتكلم دلوقتي عن دورة حياة نبات الفجير. وهو ممكن يجي سؤال يقول لك ارسم دورة حياة نبات الفجير، او يجي يقول لك مثل بالرسم حياة نبات من السراخ الصورة العرضية واللي فيها على طول بيسميها الريزوما اللي هي دي، وبعدين هنا ساق، وبعدين هنا الأوراق، وبعدين هنا ايه الأوراق دي زي شكل الورقة دي. الأوراق بيبقى من تحت من أسفلها موجود في ايه هنا حويصلات، في ايه حويصلات على السطح أو حوافز جرثومية على السطح الخلفي او السفلي للاوراق، وبنسميها بثرات اللي هي الحوافز دي. الحافظة الجرثومية زي دي بتبقى فيها الحوافز الجرثومية بتبقى ايه بتحتوي على خلايا زينا، بتحتوي على خلايا ايه الخلايا دي على خلايا جرثومية، كل واحدة 2 نون، تنقسم ميوزي، ال2 نون دي هتنقسم ميوزي تبقى نون، تعطي جراثيم نون، وعند نضجها الجراثيم هتروح متهتكه من الايه من الحوافز الجرثوميه وتنزل على الارض، فتدينا هنا جرثوم منفرد، والجرثومه ده النبات تنمو لوحديها، انبات جرثومي تنبت عند سقوطها على ايه على تربه رطبه، ولو كانت التربه ناشفه طبعا ما تنفجرش او تستنى حسب الظروف لغايه ما الظروف تتهيأ تروح حصل لها انبات الجرثوم، فمكونة عدة خلايا تتميز بالنبات المشيجي، فتدينا نبات مشيجي زي الوردة الحمراء دي كده اللي عاملة زي راس القلب، فهتدينا هنا ليها جذور أشباه جذور، وهتدينا انسريديا وأوشيجونا، الأوشيجونا والانسريديا، الأوشيجونا والانسريديا، الأوشيجونا اللي هو الأنثوي اللي هو فيه البويضة، والانسريديا اللي هي الحبوب فيها السابحات المادية السابحات المهدبة، والاتنين بيبقى ده ان وده ان او ده نون وده نون. فالانثريديا بتسبح بتدورها على حاجة فيها اوشيجونا الاوشيجونا، فاول ما تلاقي اوشيجونا فالسابحة بتدخل فيها تلقح البويضة، فلما تلقحها يدينا زيجوت اللاقحة اللي هو بيبقى 2 نون، بيبقى 2 نون 2 نون. فزيجوت اللاقحة لما يجي هنا زيجوت اللاقحة يتلقح في النبات بتنقسم وتكون لنا بعديها لنبات جرثومي ينمو فوق نبات مشيجي، فهتدور على نبات مشيجي اللي هو زي ما شفناه الاولاني نبات مشيجي، اي نبات مشيجي زي ده مثلا، ده النبات المشيجي وده النبات اللي هو الجرثومي، فهتيجي تنمو فوق النبات المشيجي هنا، فتعمل لنا نبات جرثومي جديد اهو فوق، والنبات مشيجي كانها بتتغذى عليه بتتعامل معاه لغايه ما هي تكبر وتاخد وضعها
فالنبات المشيجي يضمحل او يضمر، والنبات الجرثومي يدينا نبات جرثومي جديد اللي هو عبارة عن الجذور اللي هي بقولنا عليها جذور أعراضية وساق اللي هو الريزوما والأوراق، والأوراق فيها إيه؟ فيها بتبقى اللي قلنا عليها البثرات أو حوافز جرثومية بس بتبقى عليها من أسفل. فدي دورة حياة السراخس اللي هو الفوجير. بعد كده عندنا قطاع زهرة، قطاع طولي في الزهرة. طبعا هو مش مطلوب منك انت ترسمه، لذلك انا قسمته جزئين، فحطيت الجزء بتاع التذكير لوحده وبتاع التأنيث لوحده. فبالنسبة لأعضاء التذكير بالنسبة ليها اللي هو الجزء اللي فوق ده هنا، فهنا الزهرة هيبقى هنا في ايه الساق، وبعدين هنا هيبقى التخت، وبعد التخت هنا السبلة، وبعد السبلة او هنا الساق بنسميه العنق، والتخت والسبلة العنق والتخت والسبلة، بعد السبلة اللي هي الكاس، وبعدين عندنا التويج اللي هي ايه اللي هي الاوراق اللي الاوراق بتاعت الازهار دي. فيطلع فيه هنا حبال رفيعة بنسميه ايه بنسميه الخيط، وعلى راسها حتة مربعة او مدورة او حاجة زي كده، فدي بنسميها الموتوك. فالخيط والموتوك مع بعضهم بدون حاجة اسمها السدا، والسدا بتدينا الطلع اللي هو أعضاء التذكير. أما أعضاء التأنيث الوضع يختلف، فهنا برضو العنق، وبعدين عندنا التخت، وبعدين عندنا الكاس أو السبلة، وبعدين عندنا هنا المبيض، وبعد المبيض في القلم، وبعدين في الميسم، وبعدين في الميسم. الميسم والقلم والمبيض بنسميهم الكربلة، والكربلة دي بنسميها المتاع، بتدينا حاجة اسمها ايه المتاع. فده عشان بس ايه، فاحنا دلوقتي هيجي يقول لك ارسم مراحل نضج ايه المتوك اللي هو الحاجة الذكرية اللي هو ايه الأعضاء الذكرية في النبات. فهنيجي أول حاجة هنيجي هنا اللي عندنا، أول حاجة عندنا اللي هي أكياس حبوب اللقاح، هتبقى في ايه في الوش اللي هو في قطاع عرضي في المتوك، هيدينا أكياس حبوب اللقاح اللي هي 4 أكياس، أربع أكياس حبوب اللقاح قطاع عرضي في المتوك. وهيدينا هنا بعديها في كل كيس هيبقى في خلية جرثومية أمية بتبقى 2 نون، هيحصل لها انقسام ميوزي، يبقى هتبقى نون، فهتدينا 4 جراثيم صغيرة، والـ4 جراثيم الصغيرة هتنقسم تاني بس انقسام ميتوزي، يعني بنفس الواحد نون. وبعدين ايه الميتوزي هتدينا هنا تدينا برضو 4 جراثيم، وكل واحدة فيها نواة أنبوبية ونواة ايه مولدة، نواة أنبوبية ونواة ايه مولدة، وطبعا هيكون عليهم جدار سميك دول حبة اللقاح. فمراحل، فتكون النواة الأنبوبية عشان اللقاح تخترق الميسم والقلم حتى تصل إلى موقع النقرة في المبيض ثم تتلاشى. أما النواة المولدة تنقسم مكونة ميتوزي نواتين وإيه ونواتين إيه ذكريتين. فده بالنسبة للموتوك. نيجي مراحل النبات هنا، هي نواة مولدة ونواة أنبوبية، نواة مولدة ونواة أنبوبية، والغشاء سميك هيروح يحصل إن إيه هيعمل له أنبوبة هنا زي ما شوفنا الأنبوبة عن طريق النواة المبيض، هيعمل لنا أنبوبة والسيتوبلازم طبعا بالداخل. بعد كده هيبدأ إيه تنتقل النواة اللي هي المولدة وتدينا نواتين ذكريتين في حبة اللقاح، ودي إيه حبة اللقاح ومعاها الأنبوبة اللي تخترق الميسم، هي جرثومية 2 نون. بعدين هنا بنسميها النقير، هينقسم الخلية الجرثومية 2 نون إلى بالنقير بميوزي، يبقى 2 هتبقى نون نون نون، وهتنقسم إلى 3 خلايا جرثومية وخلايا رابعة، يبقى 4 خلايا، الـ3 منهم هيتحللوا هتفضل إيه؟ هتفضل واحدة، الواحدة دي تنقسم ميتوزي 3 مرات، فهتدينا 8 أنوية، فتدينا 8 إيه؟ 8 أنوية، الـ8 أنوية دول هيكون وضعهم هيبقى عندنا فيها هنشوفها هنا بالأوضح كده أهو، هنا أوضح هنلاقي هنا الميسم أهو، وهنا القلم، وهنا المبيض، هنا جدار المبيض، ها وهنا غلاف البويضة، هنا غلاف جدار المبيض، وهنا غلاف البويضة، هنا غلاف البويضة أهو، غلاف البويضة، وهنا
البويضة، وهنا الثمانية اللي قلنا عليهم هيدونا ثلاثة، هما بنسميهم خلايا سمتية اللي هما فوق، وثلاثة تحت، اتنين بنسميهم خلايا مساعدة، خلايا مساعدة، وفي وسطهم البويضة اللي هي ايه، اللي هي الخلايا البويضة اللي هتتلقح. وبعدين في الاتنين دول بنسميهم الاتنين الكيس الجنيني، الكيس ايه الجنيني. خلاص هنا في ثلاثة، وهنا ثلاثة ستة واتنين، يبقى تمانية. يبقى عندنا الميسم، وعندنا القلم، وعندنا المبيض، وعندنا الخلايا السمتية الثلاثة دول، وعندنا الحبل السري اهو، وعندنا السرة، وعندنا النقير اللي هو الحتة دي تدخل على المبيض، وعندنا البويضة، وعندنا البويضة والأغلفة. لما نيجي هنا نشوف الرسمة هنا بالظبط، هنلاقي هنا الثلاثة اللي فوق خلايا سمتية اهو، خلايا سمتية، والاتنين اللي في النص دول بنسميهم نواة الكيس الجنيني، نواة الكيس الجنيني، والتلاتة اللي تحت واحدة منهم البويضة، واحدة منهم البويضة اللي في النص البيضة، والاتنين التانيين خلايا مساعدة. ودي أغلفة البويضة، وده اللي الكيس الجنيني واحنا قلناه، والنقير، والنقير هنا، والنقير هنا، النقير وخلايا المساعدة وخلية البويضة. فده ايه؟ فده بالنسبة للإناث. خلاص، او لأعضاء التأنيث. ده ممكن يقول لك ارسم هنا وهنا، يعني الثلاث رسمات بتاعت نضج المبيض او مراحل المتق، نضج المتق او مراحل انبات حبة اللقاح، ويقول لك ارسمهم برضو. احنا يعني كده خدنا كام رسمة اللي هو المطلوب انك تعرفهم: مراحل نضج المبيض واحد، مراحل انبات حبة اللقاح اتنين، مراحل نضج المتق ثلاثة، دورة حياة نبات الفجير اللي هي بأربعة. بعد كده خدنا الاقتران الجانبي في السبايروجيرا والاقتران السلمي في السبايروجيلا، يبقى خمسة ستة. وبعدين عندنا التكاثر بالجراثيم في فطر عنفرين الخبز سبعة. أما بتاعة الجزر دي ما فيهاش إرث، فهنشوف عملية إيه، عملية الإخصاب في النباتات الزهرية. ممكن يقول لك ارسم عملية الإخصاب في النباتات الزهرية. هنرسم كده، هنا الميسم، وهنا القلم طبعا ده الجزء النسوي، وهنا المبيض طبعا. دي حبة اللقاح، هتدخل حبة اللقاح اللي هي فيها، اللي هي خدناها في الرسمة اللي هي ليها أنبوبة، والأنبوبة هتبقى فيها نواتين ذكريتين، فهتمشي لغاية ما توصل هنا عند النقرة وتدخل جوه عشان يتخصب البويضة. يا هي هتفضل كده، هنشوف احنا ايه النتيجة هتعمل ايه، هنشوفها في رسمة تانية. فهنا المبيض نفسه فيه أولا خلايا سمتية، خلايا سمتية ثلاثة، في نواة الكيس الجنين اتنين، وفي نويت خليتين مساعدتين، ونويتين نواة مساعدتين هنا، وخلايا مساعدة اتنين، وبينهم خلية البيضة. دخل في البيضة يبقى ايه، أعمل عملية الإخصاب، أعمل عملية ايه الإخصاب. الإخصاب نيجي هنا، لما يجي يحصل الإخصاب، عملية الإخصاب المزدوج في النبات، إن بيحصل النواة الذكرية اللي هي دي، اللي هي دي داخلة هتيجي مع الأنثوية، فالنواة الذكرية هتيجي مع نواة خلية البيضة اللي هي الأنثوية، الأنثوية، فهيحصل الإخصاب. فالإخصاب ده هيدينا زيجوت، يبقى اتنين نون، الاتنين نون هيحصل له انقسام ميتوزي، هيبقى برضو اتنين نون زي ما هو. تاني هيجي يقول لك ارسم اللي هو عملية الإخصاب في النباتات الزهرية. هنرسم هنا على طول الميسم، وهنا القلم، وهنا ايه البويضة. هيجي حبة اللقاح، طبعا حبة اللقاح فيها بيبقى ايه نواتين ذكريتين وفيها أنبوب طبعا، فهتروح داخلة وماشية لغاية ما تيجي في النقرة أو النقير، وتروح داخلة للبويضة اللي هي جنب اللي هنا. هنيجي هنا هنلاقي في ثلاث خلايا اللي هي خلايا سمتية، وفي اتنين نواة كيس الجنيني، وفي خلية مساعدة واحدة شمال وواحدة يمين، وخلية البيضة في النص. طبعا دي ايه، ده الحبل السري، ودي السرة، ده كده نواة ذكريتين اللي هيدخلوا وهيعملوا. بعد كده احنا عندنا بالنسبة للإخصاب هيحصل كالآتي: أول حاجة إن في عملية الإخصاب المزدوج في النبات بيحصل ايه، إن النواة الذكرية تدخل مع نواة خلية البيضة اللي هي دي اللي في النص هنا، نواة خلية البيضة، فهيحصل إخصاب ويدينا زيجوت اتنين نون. أو النواة الذكرية هتعمل إخصاب مع نواة كيس الجنين اللي هما الاتنين اللي في النص، نواة الكيس الجنيني اللي في الاتنين اللي في النص، فهيعمل اندماج ثلاثي
لأن كيس الجنين اتنين، كل واحدة نون نون، وهو جاي نون يبقى أصبحت إيه؟ تلاتة نون، هنا نون هنا نون وهنا اتنين نون، يبقى أصبح الثلاثي تلاتة نون. تلاتة نون هيدونا حاجة اسمها الإندوسبرم، هيدونا إيه الإندوسبرم اللي هو تلاتة نون. تلاتة نون الإندوسبرم هينقسم يدينا النسيج الإندوسبرم. أما هناك بالنسبة للذكر والنواة الذكرية مع نواة خلية البيضة هيحصل خصاب، هيحصل خصاب ويدينا زيجوت اتنين نون، ينقسم ميتوزي ويدينا جنين اتنين نون. ومن المحتمل إن النهاية يحصل الآتي، إن يحتفظ الجنين بالإندوسبرم، يحتفظ الجنين بالإندوسبرم، فتتكون حبة ذات فلقة واحدة مثل القمح والذرة، مثل القمح والذرة، أو يتغذى الجنين على الإندوسبرم وفي اللحظة دي يفصل يدينا نتيجة بذرة ذات فلقتين، ذات إيه؟ بذرة ذات فلقتين زي الفول والبسلة. يبقى الجزء اللي هو الواحدة بنسميه حبة، أما الفلقتين بنسميه إيه؟ بنسميه بذرة. بعد كده عندنا إيه؟ هنتكلم على إيه؟ فعشان نتكلم على بتاعة بالنسبة للبعوض، أول حاجة هنيجي هنا عندنا هنا اللي هو الخط الأحمر ده اللي هو الفيصل، الخط الأحمر اللي هو إيه؟ الفيصل، الخط الأحمر ده هو الفيصل. فهنا جسم الإنسان، هنا جسم الإنسان، وهنا إيه؟ وهنا البعوضة. فهنيجي أول حاجة عندما تلدغ، هنا تلدغ أنثى البعوضة اللي هو بعوضة الأنوفيلس المصابة بالطفيل جلد الإنسان، فإنها تصب سبايروزيتات، السبايروزيتات السبايروزويتات اللي هي نون، بتبقى نون سبايروزيتات، وفي أشكال مغزلية اللي هي أشكال مغزلية، فطبعا دقيقة هتجري في دم وتوصل للكبد، وتوصل لإيه؟ للكبد. تتجه السبايروزويتات مع الدم إلى الكبد، فهيحصل في الكبد تقضي فترة حضانة تقوم فيها بدورتين من التكاثر اللاجنسي، اللاجنسي، حيث تنقسم النواة بالتقطع أو بالتقطيع لتنتج الميروزيتات، الميرو إيه؟ زيتات، وهتبقى إيه؟ هتبقى برضو إيه؟ نون، يبقى دي كالسبايروزيتات نون، هنا دي برضو هتبقى نون اللي هي الميروزيتات. الميروزيتات تنتقل، الميروزيتات تنتقل لتصيب كريات الدم الحمراء مرة تانية، تقضي فيها عدة دورات برضو لا جنسية لإنتاج العديد من الميروزيتات، من الميروزيتات. تتحرر الميروزيتات، تتحرر الميروزيتات بعددها إلى كل يومين بعد تفتت كريات الدم الحمراء. كل ما تنفجر كريات الدم الحمراء تتحرر بعض من الميروزيتات، فإيه؟ فتظهر الأعراض بتاعة المرض على المصاب، المصاب وتتحرر فتنطلق فتدي مواد سامة، فتظهر على المصاب أعراض حمى الملاريا، الارتعاش ودرجة الحرارة مرتفعة وكده كل يومين ثلاثة. المهم تيجي البعوضة تتحول بعض الميروزيتات، مش كلها، تتحول بعض الميروزيتات إلى داخل كريات الدم الحمراء إلى أطوار مشيجية، اللي يعني اللي بيفضل في الكريات الحمراء بيفضل أطوار مشيجية بيدينا ذكر وأنثى، يعني موجب وسالب، إلى أطوار مشيجية نون تنتقل مع دم المصاب إلى البعوضة، تنتقل مع الدم إلى دم المصاب في البعوضة. بس اللي في اللي ما تنفجرش، اللي بتنفجر خلاص، لكن ما بتنفجرش تفضل في كرات الدم الحمراء، بيحصل إنها إيه؟ بتعمل أطوار مشيجية موجب وسالب أو ذكر وأنثى، والبعوضة تمص الدم فتمصهم معاها في كرات الدم، وبالتالي الأطوال المشيجية في البعوضة هيحصل بينهم إخصاب، هيحصل بينهم إخصاب اللي هو الموجب والسالب، فيدونا لاقحة بتكاثر جنسي لأن موجب وسالب لاقحة، وبتبقى اتنين نون، وهيبقى فين؟ هيبقى في معدة البعوضة، هيبقى في معدة البعوضة. فبعد كده يبدأ يظهر طور حركي ينتقل من جدر من معدة البعوضة إلى جدار المعدة، إلى جدار معدة إيه؟ إلى جدار معدة البعوضة. لما يوصل جدار معدة البعوضة هناك بيعمل لنا كيس البيض، كيس البيض، كيس البيض يقول لك أرسم دورة حياة بلازموديوم الملاريا. فطبعا هي ليها دورتين، واحدة في الإنسان اللي هو الجزء ده في الإنسان، والجزء التاني هيبقى في البعوضة. ففي الإنسان هيبدأ الإنسان لما تيجي تلدغه بعوضة مريضة فيها السبوروزيتات،
فدي هتدخل السبور الذاتات في دم الانسان، فهتدخل عن طريق الدم توصل للكبد، توصل ايه للكبد، السبور الذاتات بتبقى نون، فلما توصل للكبد بالتقطيع برضو هتعمل نون زي ما هي، وبعد كده بتتجه مع الدم الى الكبد، تقضي فترة حضانة تقوم بدورتين من تكاثر لا جنسي، هي حيث تنقسم النواة بالتقطيع لتنتج الميروزيتات. يبقى السبوروزيتات هتدينا حاجة اسمها الميروزيتات في الكبد، بعد كده تنتقل الميروزيتات في الكبد لكرات الدم الحمراء، حيث تقضي فيها عدة دورات لا جنسية لإنتاج العديد، برضو نون كله، لإنتاج العديد من الميروزيتات. تتحرر الميروزيتات مش كلها طبعا بعددها إلى كل يوم كل يومين بعد تفتت كريات الدم الحمراء المصابة، فتنطلق مواد سامة فتظهر أعراض المرض حمى الملاريا، وهيفضل بعض منها زي ما موجود، تتحول بعض الميروزيتات داخل كرات الدم نفسها الحمراء إلى أطوار مشيجية نون، تنتقل من دم المصاب إلى البعوضة عند لدغها. الأطوار المشيجية هتبقى في منها موجب وفي منها مؤنث وفي منها مذكر عند لدغها للإنسان المصاب. تتحرك هذه الأمشاج الأطوار المشيجية من كرات الدم الحمراء وتندمج بعد نضجها في معدة البعوضة، فتدينا لاقحة زي اللاقحة اللي هي هتبقى 2 نون. تتحول اللاقحة إلى طور حركي برضو 2 نون، طور حركي 2 نون يخترق جدار المعدة. تنقسم في الطور في جدار المعدة تنقسم الطور الحركي ميوزي، ميوزي يبقى هيبقى 2 نون هيبقى نون، ميوزي مكون كيس البيض، فتدينا كيس البيض الذي ينقسم نواته ميتوزي تاني عادي هيتكرر فيما يعرف بالتكاثر الجراثيمي، فيدينا عدد كبير. ينتج من التكاثر بالجراثيم العديد من السبوروزيتات اللي هي بتبقى نون، التي تتحرر وتتجه إلى الغدد اللعابية بتاعة البعوضة لاستعدادا لإصابة إنسان آخر. دي دورة حياة البلازموديوم في الملاريا. كمل الأسئلة بتاعت ارسم مع الرسم أو وضح مع الرسم، فهنلاقي هنا قطاع عرضي للخصية، فهنلاقي هنا في ايه أو خلية الخصية، خلايا الخصية، فهنلاقي هنا الخلايا البينية، وهنلاقي هنا اللي هي أمهات المني، بعدين خلايا منوية أولية، وبعدين ثانوية، بعدين طلائع منوية، بعدين حيوانات منوية، وبينهم في خلايا اسمها خلايا سيرتولي اللي هي الأنيبيات. سيرتولي دي اللي بتفرز الأكل بتاع الحيوان المنوي اللي هو بتعمله. بعد كده عندنا مثلا هناخد برضو هنا، لما ناخد في الإنسان في الذكر هنلاقي ده مثلا الظهر، وبعدين هنا العمود الفقري، بعد العمود الفقري هنلاقي ايه العمود الفقري، وبعد العمود الفقري هنلاقي هنا إيه؟ اللي هو بتاع المستقيم، بعد المستقيم هنلاقي المثانة اللي هي السودة دي، والمثانة فيها الحالب اللي جاي من الكلى. في نفس الوقت هنا الخصية اللي هو كيس الصفن، في الخصية وفي البربخ، البربخ بيطلع منه الوعاء الناقل بيدخل عند المثانة، وبيمشي من عند المثانة في حويصلات منوية وفي غدة البروستاتا وغدة كوبر، كلهم مع بعضهم بيلتحموا في الآخر في قناة البول اللي جاية مع المثانة، وعشان تجري في مجرى البول لغاية ما تروح إيه للطرف النهائي اللي هو القضيب بتاع الذكر. فده بالنسبة للذكور. نيجي للخلية الجرثومية الأمية لتكوين الحيوان المنوي. خلية جرثومية أمية بتبقى 2 نون، فتنقسم وتدينا أمهات المني برضو 2 نون، وتنقسم أي واحدة منهم تدينا كلهم طبعا بينقسموا إلى خلية منوية أولية برضو 2 نون، وخلية منوية بعد كده أولية تنقسم مرتين فتدينا خلية منوية ثانوية. أول ما توصل للثانوية بال2 نون تبقى إيه نون، يبقى الانقسام هنا ميوزي بدون التاء، ميوزي يبقى الـ2 نون هتبقى نون. بعد كده الخلايا المنوية الثانوية هتدينا إيه طلائع منوية، وبعدين حيوانات منوية. ده بالنسبة لي. لكن بالنسبة للإناث هنيجي نشوف قطاع عرضي، قطاع عرضي في المبيض، هنلاقي المبيض اهو شكل المبيض، فهنلاقي البويضات هنا، فلما تنمو بتبدأ البويضة تنمو وتنمو، فبتدينا ايه هويصل جراف،
هويصلت جراف اللي هي في النهاية دي، وهويصلت جراف بيبقى فيها البويضة، فلما تنمو وتكبر لغاية الحد اللي هي المطلوبة فيه وتيجي في اليوم الـ14 عشان تنفجر هويصلت الجراف، لأن ال LH هيشتغل وال FSH هيقف، فال LH هيشتغل فيعمل التبويض فتطلع البويضة وتتحرر فتدينا هويصلت جراف تدينا الجسم الأصفر. الجسم الأصفر ده بيفرز هرمونات، بعد 3 شهور يفرز هرمونات لغاية ما المشيمة والحبل السري وكله يبقى متظبط في خلال 3 شهور. هو بعد الـ3 شهور بيكون ايه، جسم أصفر مضمحل أو ايه أو ضامر. بعد كده بالنسبة للأنثى هنلاقي هنا العمود الفقري، بعد العمود الفقري هنا المستقيم، بعد المستقيم هنا اللي هي الرحم، وبعد الرحم قناة البول، الاتنين مع بعضهم في فتحة مع بعضهم في مكان واحد. فدي ايه، طبعا بالنسبة للرحم هنلاقي الرحم هنا هنلاقي فيه قناة فالوب، وهنلاقي فيه القمع بتاع قناة فالوب، وفي الآخر المبيض. ده بالنسبة للرسمة. نيجي لمنظر تاني هنا بالنسبة للأنثى، هنلاقي هنا الرحم ده، وهنلاقي هنا قناة فالوب، وقناة فالوب فيه قمع، والقمع طبعا فيه أهداف، وقدامه المبيض، والأهداف أساسا عشان ايه، تجذب البويضة وتحركها داخل ايه، قناة فالوب، ودي بطانة الرحم، وده التجويف بتاع الرحم. بعد كده عندنا عنق الرحم، بعد كده عندنا قناة صغيرة، وفي نهايتها المهبل، وده كل اللي نقدر نقوله بالرسم، اللي هو المطلوب انك ترسموه، اللي هو القطاع العرضي والقطاع العرضي والحيوانات وتركيب بالنسبة لتكوين الحيوان المنوي درجاته، وده ودي مطلوبة، اما دي مش مطلوبة ودي مش مطلوبة. بس حبيت هنكمل برضو بقية الرسم، نستمر مع الرسم. هناخد دلوقتي، احنا خدنا تركيب الحيوان المنوي، فهناخد تركيب مراحل تكوين الحيوان المنوي، هناخد مراحل تكوين البويضة. مراحل تكوين البويضة بتبقى البداية من خلايا اللي هي مراحل تكوين البويضة، مرحلة بنسميها مرحلة التضاعف، وتبقى خلية الجرثومية أمية، بتبقى 2 نون اللي هي أول واحدة، يحصل انقسام ميتوزي يعني الاتنين زي ما هي، ومرحلة التضاعف لغاية ما تبقى عندنا الواحدة طلعت لنا 4 2 خلايا أمهات البيض، وبرضو كل واحدة 2 نون. بعد كده مرحلة النمو تنمو وتدينا خلية بيضية أولية 2 نون نفس النظام. بعد كده مرحلة النضج اللي هي الأخيرة، ومرحلة النضج تبدأ الخلية البيضية الأولية 2 نون تنقسم ميوزي، هتبقى يبقى نون واحدة بدل 2 نون، فهتدينا جسم قطبي وخلية بيضية ثانوية نون، والجسم القطبي ينقسم إلى جسمين قطبيين، والخلية البيضية الثانوية تدينا بويضة وجسم قطبي ثالث، والبويضة برضه إيه 1 نون. قلنا البويضة في الحقن المجاري، البويضة هم بياخدوا البويضة من المبيض وبيحقنوها في أنبوبة اختبار، والسبيرم برضو أو الحيوان المنوي في أنبوبة اختبار، ويعمل تلقيح داخل أنبوبة، وبتقعد في الحضانة لغاية فترة ما تكون التوتية، بعد كده تحقن في الايه في الرحم. قلنا بالنسبة للأنثى بيحصل ان البويضة لما تقذف فتيجي في قناة فالوب، تدخل من القمع لقناة فالوب، يحصل الاخصاب في التلت الاولاني فيها، فتمشي البويضة المخصبة الزيجوت لغاية ما توصل عند اول الرحم من داخل، فبنسميها التوتية، وتلصق بجدار الرحم، وده بطانة الرحم، وده المنظر. بعد كده عندنا الحيوان المنوي، الحيوان المنوي عندنا رأس، وعندنا العنق، وعندنا الديل، والديل طويل خالص، الديل عندنا محور الذيل والقطعة الذيلية. طب والعنق؟ العنق اللي عندنا القطعة الوسطية في العنق هو حتة اسمها الميتوكوندريا، وفوقيهم أول الرأس بحتة اسمها الجسم المركزي اللي هو السنتريولان، الجسم المركزي. بعد كده الرأس فيه عندنا النواة، وعندنا الجسم القمي، ده. وبعدين عندنا التوائم،
توائم إما متماثلة أو حاد اللقاح أو حاد اللاقحة يعني بويضة واحدة، أو غير متماثلة بيبقوا من بويضتين، ممكن يكون الاتنين من مبيض واحد أو كل واحدة من مبيض. بس في الغير متماثلتين بتبقى في بيبقى الناتج ممكن ذكر وأنثى أو اتنين ذكر واتنين أنثى، مش مشكلة. لكن المتماثلتين لازم يطلعوا نفس الجنس، يا ذكر يا أنثى، هي نفس النظام، لأن البويضة بعد التخصيب هي اللي بيحصل لها الانقسام بين الاتنين. فدي النقطة. وغير متماثلة بيبقى كل واحد له مشيمة، المتماثلة لا كلهم في مشيمة واحدة. فده ايه، دي رسومات. طبعا المطلوب ان هي مرة تكوين البويضة، مطلوب السبيرم، مطلوب البويضة لغاية التوتية وهنا والاخصاب، دول المطلوبين. اما بقى غير كده ما فيش اي حاجة. الحاجات دي ممكن يجيب لك مناظر ويقول لك ايه وضحها وزي كده. احنا عندنا المشيمة طبعا فيها الحبل السري، وعندنا الجسم الاصفر بيتكون بعد 14 يوم بعد ما انطلاق البويضة. وطبعا اول ما تنطلق بتنطلق مع ال LH هرمون. في الاول كان اللي شغال معانا مين؟ الاستروجين، اللي هو بين البويضة لغاية يوم 14. فاول ما يجي ال LH ايه تفرز البويضة او تنطلق البويضة، ويبدأ البروجسترون يشتغل بدل الايه بدل الاستروجين. ده كل اللي هو الاسئلة الخاصة بالرسم. بعد كده عاد ندخل في النظري، وده اللي قلنا الرسم حوالي 25 رسمة تقريبا، الله أعلم. إلى هنا وأكتفي بهذا القدر، وأرجو أن تتابعوني في الفيديو القادم، وما زلنا في موضوع التكاثر في الإنسان والنبات. وشكرا لكم، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ولايك وشير، وشكرا.